لابد أن ندعو الله سبحانه وتعالى. أفضل دعاء هذا الذي في الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم. صراط من؟ الذين أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم. من هم؟ النبي صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضوان الله عليهم. محمد صلى الله عليه وسلم ديانات زانين كوا. كيف نسب أمهات المؤمنين؟ ما نقول نبارا نفهم بقى أنو كان نول زن مسكرا زن نول زن ما ساك ما نوبا رفاد فمنان محمد صلى الله عليه وسلم. لا يوجد أحد من اليهود أو من النصارى يسب أصحاب موسى أو أصحاب عيسى عليهم الصلاة والسلام. شيك نبارا بولت سنهيتا نمام مرزويفا نكريستيان نويز روزن دينا نوبا ودن كريستيان نزوي نوبا نبوستولي ناروجيف زان نانوبا يروز البياراديو موسى عليه السلام بولسنا هيريان زان نبارانسي. لا يوجد أحد في اليهود يتكلم على التوراة، ولا يوجد أحد في النصارى يتكلم على الإنجيل. أريد أسيككون نبارني أمني فوق كريستيان يجرو ديما مني فناح تتاتير كني إفنجيل نمي بيبلاي زان وجان زيكوا رو جيف زان ديما مني فناح تتاتير ككوا ني توراتنا بوك زوري نوزن عندسون موسى. ولا يمكن أن مسلم يتكلم في القرآن لأنه كتاب الله. فزينا مبارا ما تنجر أوجه ولا نقرأتنا في الإسلام تسيب لا مثل أن يزيتين وي القرآن مش بروبلم. لأن الله سبحانه وتعالى حفظ لنا هذا القرآن من التحريف من التأويل. فتينا مبارا نتوم فسيك الله سبحانه وتعالى مش رفا ننوفا بزان وي يزدي نيارو نبقماسنا قرآن نيارو. نعم.